غير بعيد عن جامع الزيتونة المعمور وفي عمق المدينة تونس المحروسة، ولد عبد الرحمن بن خلدون سنة 32 و300 مسيحي، وينحدر من أسرة يمنية استقرت في الأندلس ثم رحلت إلى المغرب الأقصى وحطت الرحال في تونس. في هذا المسجد حفظ ابن خلدون القرآن، وقد امتازت هذه المدينة العتيقة بكثافة المساجد والكتاتيب المحيطة بجامع الزيتونة. خلف منزل ابن خلدون وهذا المسجد يوجد نهج الأندلس الذي تنتصب فيه الدور الأندلسية المتناظرة، والتي تتوسطها أقواس وتختزل هندسة رائعة تبوح بها واجهات المنازل الرخامية وغرفها المزخرفة وشبابيكها الخشبية الأندلسية الرائقة. وتوالت فيها الصراعات والغزوات، وتكاثر في أرجائها العلماء والمتعلمون، وكان الحفصيون من أشد الناس حرصاً على إشاعة العلم وإيجاد محاضنه واستقطاب صفوة العلماء. مثال العلامة الكبير عبد الرحمن بن خلدون، متوفى سنة 808 هجرية 1406 ميلادية، أي في بداية القرن 15 ميلادية كما ذكرنا. وبالفعل العلامة ابن خلدون كان يمثل معلما بذاته، يؤكد قيمة هذا المعلم العظيم الذي تحدثنا عنه الآن، جامع زيتون المعمور، وأهمية دوره في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، ليس فقط في مستوى العلوم الشرعية بل كما ذكرت أيضا في مستوى العلوم العقلية. وهذا علم كبير نذكره بالمناسبة. ابن خلدون نشأ في هذا في رحاب هذا الجامع المعمور، وفي نفس الوقت تتلمذ على أساتذة ومشايخ كانوا قد مزجوا بين العلوم النقلية والعقلية بتفوق وتميز، وكان من بين أشهر مشايخه في العلوم العقلية الآبولي. ونعرف أن هناك في هذه الفترة مد من بلاد المغرب الأقصى في اتجاه إفريقية، ووقع تكامل وامتزاج للخبرات العلمية والفكرية، وفي نفس الوقت لما يمكن اعتباره منابع لتفكير. أذكر في دراستي حول ابن خلدون إنها كانت في الحقيقة سباقة في وضع أسس الحداثة التي سيعرفها العالم الأوروبي أو العالم الغربي فيما بعد. التحق ابن خلدون بجامع الزيتونة، وفي بيت الصلاة هذه وتحت عدد كبير من السواري تدرس العلوم النقلية والعقلية. وكانت لابن خلدون في هذا الجامع منافسة وجدال مع إمام جامع الزيتونة مدة نصف قرن، الشيخ محمد بن عرفة. تلقى ابن خلدون في هذا الجامع العلوم النقلية والشرعية والمنطقية على أيدي علماء بررة وعارفين بأسرار العقل والشرع، منهم الآبولي والسطي وأبو محمد عبد المهيمن رئيس الكتاب، والوادي آشي محمد بن جابر ومحمد بن عبد السلام. وفي الحقيقة من أبرز ما يمكن ذكره في هذا المقام أن ابن خلدون كان من رجال النهضة الأوروبية كما سميته قبل الأوان، بمعنى أنه قبل 50 سنة تقريبا من ظهور علم ورمز من رموز الحداثة الغربية وهو ليوناردو دافنشي. وليوناردو دافنشي لم يكن فقط رساما بل كان أيضا عالما في التقنيات ومخترعا ومبدعا فكريا، وإن لم يكتب كتابات كثيرة في هذا المجال لكنه ترك كثير من الكراسات التي تبرز عبقريته في مجال الإبداع العلمي والتقني والفنون الرسم. كان عنده أيضا هذا التوجه
الذي وجدناه عند ابن خلدون، وهو نقد التفكير الخرافي والأسطوري واهتمام بقيمة العلم وإعطاء مكانة عليا للتفكير العقلاني. وكان أيضا ليوناردو دافنشي من رجال الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى للنهضة الأوروبية والحداثة الغربية كما نعرفها الآن. وبالتالي نلاحظ هذا الترابط عن بعد، عن مسافة، لكن بطريقة نعتبرها أنها كانت رمزية، كمثل الصورة في المرآة. ابن خلدون في الحقيقة كان هو الأصل الذي انعكست صورته من خلال أعمال دافنشي وإبداعاته، لأن بكل بساطة ابن خلدون كان زبدة الحضارة العربية الإسلامية، هو الأوج ما توصل إليه هذه الحضارة من إبداعات في مجال التفكير العقلي وأيضا التفكير الشرعي، لأن لا ننسى أن ابن خلدون كان وفيا أيضا لمذهبه المالكي وللتفكير الشرعي وكان قاضيا. ثم استهوته السياسة وهو دون 20 من عمره، فتقلد خطة الكتابة في البلاط الحفصي، ولم يدم ذلك أكثر من 6 أشهر، ثم التحق بالسلطان أبي عنان المريني بفاس، ثم اجتاز العدوى والتحق ببني الأحمر في الأندلس، والتقى بصاحب قشتالة الذي رغبه في الإقامة عنده وأغراه باسترجاع ملك أجداده، لكنه أبى وعاد إلى بجاية فقلده صاحبها مناصب سنية. الذي كان فيه ابن خلدون طالبا بالمسجد الأعظم وهو جامع الزيتونة، إلى درجة أنني أتساءل هل كان يمكن أن يكون ابن خلدون ما كان عليه لولا أنه درس بجامع الزيتونة. فقد عرف فترة من الزمن حينما كانت في المعاهد الإسلامية الأخرى، في المؤسسات الإسلامية الأخرى، لا يدرس المنطق، لا يدرس الحساب، لا تدرس العلوم العقلية، كان جامع الزيتونة يدرس فيها هذه المواد بفضل الشيخ الكبير محمد بن عبد السلام والشيخ الذي جاء من تلمسان وحل بتونس وهو الوادي أشي. فقد تعلم ابن خلدون هذه العلوم أين؟ في غرفة الإمام، في غرفة الإمام، لا في في المسجد نفسه. ذلك أن العلوم التي كانت تبدو غير دينية كان يتحاشى العلماء أن يلقنوها للطلبة داخل المسجد. فجامع الزيتونة كان متفطنا إلى فضيلة الجمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي أو العلم العقلي. وشارك ابن خلدون في مؤامرات، ثم استقر بقلعة بني سلامة 4 سنوات بتلمسان لكتابة مقدمة كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وعاد إلى البلاط الحفصي زمن حكم أبي العباس أحمد، فلم ينجو من العاديات، فشد الرحال إلى الشرق واستقر بمصر ابتداء من سنة 82 و300 ألف مسيحي، فتولى خطة القضاء فيها، وعزل 6 مرات لحدة طبعه وإصراره على رفع المظالم التي تجاهلها القضاة من قبله. التقى ابن خلدون بالطاغية تيمور لانك وأخذ منه أماناً وباعه بغلته وقفل راجعاً إلى مصر للتفرغ للعلم والتدريس. وأنهى كتابه العبر وكتب اللباب المحصل في أصول الفقه وغيرهما من الآثار. إن هذا العالم الزيتوني مبتكر علم العمران البشري وصاحب الدراية السياسية احتك بالأمراء والوزراء من أمثال لسان الدين بن الخطيب والسلاطين، واختلط بالأعراب وتقلد مناصب خطيرة جلبت له كثيراً من العنت وأكسبته خبرة بالسياسة وظفها في مقدمته. في هذا المقال، هذه ربما ترجعنا إلى مكانة ابن خلدون، أنا ناقشت في الحقيقة مسألة العلم في الفكر الكلاسيكي الإسلامي والفكر الغربي. قلت أنتم في الغرب تقولون هناك تلاق كامل
بين العلم والدين في كل البحوث العلمية التي تقومون بها منذ عصر النهضة حول العلم، بينما نحن في الفكر الإسلامي الكلاسيكي نقول أننا نجمع بين النقل والعقل، نستعمل العقل ثم نعززه بالنقل، وهذا ما فعل ابن خلدون. وأنتم وبشهادتكم أنتم أيها الغربيون تقولون إن ما كتبه ابن خلدون لم يسبق، هذا ما قاله المؤرخ الكبير أرنولد تامبي، وأنا عندي الكتاب بالإنجليزية. إذن من هو الصحيح؟ هل منهجكم هو الصحيح أو منهجنا هو الصحيح؟ أنا قلت منهجكم الذي يلغي النقل أو الدين من هذا لظروف تاريخية عاشتها أوروبا، حيث وقع صراع بين العلماء ويعني الكنيسة. هذه الظروف التاريخية لم تقع في عالمنا العربي الإسلامي على الأقل إلى عهد ابن خلدون، وبالتالي ابن خلدون عندما كتب المقدمة تشعر وأنه كان قد جمع بين النقل والعقل. النقل في عدة، أنا في عدة يعني أماكن من المقدمة، يعني مثلا هو عندما يحلل بالطريقة العقلية الآثار السلبية للترف على الناس، ثم يأتي ليعزي ذلك أنا بالآية القرآنية المعروفة: وإذا أردنا أن نهلك قريتنا أمرنا مترفيها ففسقوا فدمرناها تدميرا. إذن ابن خلدون بعد أن يستعمل العقل في التحليل وكذا يأتي بالنقل.